بايرن ميونخ بتسديده من الدولي الالماني. هذه كره الى هونتلار والتعادل السريع. ياتي الرد سريعا. هونتلار ولعها نار. سجل الصياد الهانتر، الصياد يمارس الهانتنج بهدف سريع ورد فوري وحاسم على تسديدة كروز. مش ممكن يعني، انتظرنا 18 دقيقة، انتظرنا 18 دقيقة ليأتي هدفين في دقيقة واحد. انفراد، وهذه المرة الغريب ان هونتلار يعني شوف هذه الكرة أصعب من اللي ضيعها، يعني هونتلار ضيع انفراد.